محرومين مخطوبين مزوجين موعد ليلي بيسألوا مرتي. مساء الخير وتحية لأجمل مشاهدي شاهدي قناة الام تي في بيسألوا. طبعاً أسبوعياً الموعد هو زيته كل ليلة جمعة سيارة من نصيب ثنائي واحد، مجرد ما يعبوا الابليكيشن بيكونوا ضيوفنا ونجوم البرنامج. أربع مشتركين رح يتنافسوا يتحدوا بعض وبالنهاية فائز واحد. ما رح طول عليكم نتعرف على المشتركين بحماس. جامب يلا جامب. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده وسياره جديده من نصيب. مين السياره؟ بسرعه بسرعه بسرعه. اوكي بالنهايه رح تكون من نصيب واحد بس ثنائي واحد، ولكن نحن ربحانين الاكبر لانه صدفناكم وكنتوا ضيوف باذن الله رائعين رح تكونوا. شو رايكم جمهورنا؟ تحيه لجمهورنا. لحظه هلا اسمعوا الزقفه. تحيه لجمهورنا من مدرسه الشاريتي كليمانسو. الثنائي الاول معنا صار له 13 سنة مزوج، توني وتريزا أهلا وسهلا فيكم. هأعطيك هردك 13 سنة لورا وأعطيك الصورة. صورة مين بتنقي؟ صورتها. طبعاً بلشت القصة. كيف يا توني؟ عجبتك تريزا. كيف بلشت القصة توني؟ عالصورة. عالصورة، وشو صار من بعدها؟ صار ست شهور روحة راجعة لعندي. ست شهور سنة. ايه وبعدين؟ بعدين شبكنا 13 سنة. الحمد لله. بتعيدها مرة تانية؟ أكيد لا. لحظة لحظة، البعض ممكن يقول إنه سؤالي ملغوم، تريزا شو قال تحت الهوا توني؟ بعيدة. طبعاً هيدا الكلام، الكاميرا بتغير اللي بعمره ما بيتغير. موفقين. بدي اقول لكم انبسطوا استفيدوا من هالحلقه، اعتبروه هيك مثل نهار اوف لكم، العبوا جنوا انبسطوا، بالاخر تذكروا في سياره ان شاء الله تكون من نصيبكم. الثنائي الثاني معنا محمد وليال، اهلا وسهلا فيكم. مبينين صغار بالعمر بس اذا بقول للمشاهدين قد ايه صار لكم مزوجين رح ينصدموا. 13 سنه زواج ليال؟ شو؟ ايه 9 سنين كان عمرك؟ كيف بلشت القصة يا محمد؟ نحن اولاد جيران وربينا سوا وخلق الحب فيكم سوا من الطفولة. من الطفولة، وان شاء الله بيستمر كل العمر يا رب. موفقين بحلقة الليلة. الثنائي الثالث شرفكم زقفة اقوى 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 لروني وكارول. يخفي العين عنك كارول. اول شيء ملفت كثير قصص هيك، بس اكثر شيء بلفتني فيكي هو الطول ما شاء الله عليك. خبريني كونك هالقد طويلة شو شعورك؟ شو انه شو بتحسي يعني كونك طويله بتراقبي لروني؟ انه شو؟ انه شو؟ طب انا بقول لك بعرف انه هي فاجعه عليك وعلى الكل، تفضلي لو سمحتي. مش عم بقدر اعبر. بعرف عن الفرحه اللي انت فيها. صدمينا بالحقيقه لو سمحتي، تفضلي. وي لاف يو كيف ما كنتي تاخد العقل كيف ما كنتي. ثانك يو. بس هو المشكل منه لروني ما شاء الله عليك. هو منه نورمال. ايه انت طول يعني زياده عن اللزوم. ايه ما مشكل. روني هلا اسمعوا روني هونيك القنبله كيف تعرفت عليها لكارول؟ تفضلوا شوفوا شو اللي صار. كنا بمحل انترنت واذ بتدخل حدا بشوف انا الدرير تبعه يا حبيبي يا حبيبي سو بتطلع بالدرير خبي وجهك. ايه معك حق والله درير كثير حلوه كمان. فطلعت كارول رائعه واخلاقها عاليه وكمان هيك انتوا مع بعض. بس قصيره اخلاقها عاليه بس هي كمان عم يشتكي. وانت بتعرفي شو اللي عم هيك انه عم يفرفك لي قلبي انه انت ما عم تحكي ما عم تقولي شيء. هلا نحن لهلا على الهوا. ايه هلا بس نظهر من الهوا. الله يعينك يا روني. قد ايه صار لكم مع بعض؟ 3 سنين. ان شاء الله العمر كله بتكونوا مع بعض يا رب. وروني من المستمعين اللي على طول يعني بيضلوا بيذكرني بعز العشق على اغاني متنين للجمعه وبتذكر صوته كثير منيح. اليوم انا حانتقم شوي. اما الثنائي الرابع معنا هني باتريك وريما. باتريك وريما صار لكم 4.5 سنين مزوجين، كيف تعرفتوا على بعض؟ تفضل يلا. فاتت لتعمل انترفيو. ايه ظهرت بوظيفه وبعريس. اوه 2 in 1.
انا برايي هو لعبها مزبوط لانه وظفك وضلك تحت عيونه. من الحب ما قتل من اول نظره حبيت. ان شاء الله العمر كله بتكونوا مع بعض. هلا صار وقت الجد وصار وقت نبلش حلقتنا بحماس بفرح وباندفاع. توني عندي ركز، بدنا اليوم نولعها. تمام؟ اول لعبه على 1000 نقطه. قبل ما اعزلكم تفضلوا احكوا مع بعض شو بتحبوا، هيك تشاوروا بعض كلمه على الخفيف، كل واحد مع شريكه برموا لعند بعض احكوا. انتوا احكوا انا بحكي مع المشاهدين. توني فيك تحكي معه تقول له ركزي مثلا او شيء. ايه عادي، انت شو بدك كفي. انا مع المشاهدين طبعا. مشاهدين ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي. اما هلا صار وقت. الو لعندي لو سمحتوا، صار وقت اعرف مين جاي وعينه على السياره. بسرعه بسرعه، مين اوكي السياره حتضل معي. anyway صبايا كل وحده بتروح ورا خطيبه ورا حبيب قلبها ورا جوزها، لانه شوي رح يبقوا معنا على المسرح. 3 2 1 جو. يلا اسرع، ركز. يلا موف. بعدكم شباب يا حلوين، بعدكم شباب. ايه ارتاحوا، هيدي غرفتكم فيكم تحكوا اللي بدكم اياه فيها، بس انا عم بسمع. شباب ما بنخاف عليكم. الله يستر. الله يسترنا من هاللعبه. شباب التحدي الاول على 1000 نقطه، البدايه رح بتكون من عندك يا توني. جاهز؟ جاهز. عليك تراهن بالتحدي الاول اللي ممكن يخول اي واحد منكم يربح 1000 نقطه، ولكن قبل ما ابدا بالتحدي الاول بدي اذكر المشاهدين يلي على طول عم بيتابعونا وعم يتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهيدي الحلقه مش رح بيكون في بس 4 العاب، رح بيكون 5 تحديات، يعني في عندكم فرصه بالتحدي الخامس على 5000 نقطه تقلبوا الموازين وتتاهلوا للعبه النهائيه وتربحوا السياره موديل السنه. توني البدايه من عندك، عليك تراهن بظرف دقيقه كم قطعة بقلاوة فيها تاكل شريكتك؟ الله يوفقك يا محمد، أنا دايت عاملة. كلنا دايت. خليكم عادة أصلاً، ما نعتبر موت هيريزا شو قلتي لي؟ عاملة دايت يا محمد. ليال راح شو الوضع؟ درسك حلو، درسك طيب؟ حبي. كارول شو؟ محمد عندي ابني أنا. تمام. بيغلبهم كلهم دايت، صرنا 3 جماع دايت. مبسوطين الصبايا ومستعدين يفكسوا الدايت كرمالكم. دايت محمد. توني اليوم يا محمد اكسبشن، معي ابني بياكل حلو. 5 بدقيقة محمد، معلش بعدنا بأول جولة. محمد 10. روني 11. باتريك 8. اوكي هذه كانت الجولة الأولى. لما ذكرتكم إنه في 5 تحديات لحتى خفف الضغط عنكم بكل تحدي، يعني عندكم فرص أكثر. كرمال هيك ممكن تخاطروا شوي وترفعوا رهاناتكم. توني جولة تانية ترجع بتبدأ من عندك. قلبك كثير خفيف، أنا حاسس تريزا كثير قوية ومندفعة. معلاء لو راحت دايت اليوم 9 شو بتستفيد؟ بتصير بس أعلى من باتريك، بضل في عندك 10 و11. فيك تطلع 12. 12 برافو. محمد 14. روني ببقى على 11. بتضلك على 11. باتريك اذا بدك تطلع 15. اوكي ها 2000 كالوري. ذكر بالرهانات، توني براهن على تريزا تاكل 12 قطعه بقلاوه، محمد 14 قطعه بقلاوه، اما روني 11، وباتريك صاحب اعلى رهان لهلا 15. روني انت صاحب ادنى رهان، عدوا معي جمهور على التنازلي. 5 4 حدا بيزيد؟ ما حدا بيزيد؟ ابدا؟ ثبتنا الرهانات، والبداية بتكون مع روني وكارول اصحاب ادنى رهان 11 قطعة بقلاوة. يلا كارول جم 11. الجولة الأولى مع أحلى كارول وأحلى روني. شو كارول؟ محمسة؟ 11 قطعة بقلاوة. هذا المطلوب. يلا خلص ما نربح بإذن الله، إن شاء الله بتكون من نصيبك 1000 نقطة بالجولة الأولى من التحدي الأول. بدي بس أقول إنه مش بس كارول، كمان توني، كمان محمد، كمان باتريك رح ياخذوا نفس الجملة، إن شاء الله بتكون من نصيبهم. 3 2 1 توب كاونتر جو. يلا كارول 1 2 2 بيساع تمك كثير. يلا 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 3 3 صاروا. يلا يلا أوكي عم أهلك معك بعد وقت، بعد معك 45 ثانية روا ما تعطيها. 3 صاروا 3. يلا 4
كارول بعد معك 40 سنة ما تعطيها أربعة أسرع إيه ركزي يو كان دو إت أوكي أربعة فيك تبلعيهم بعدين إذا بدك إيه يعني هلا هلا خمسة يلا يلا هاي الخامسة 30 ثانية أوكي بس شيل الكيناكس ستة صاروا صح ستة بعد بدي منك خمسة سبعة يلا بعد معك يلا سبعة كارول يلا يلا كان دو إت أسرع مظبوط صغيرة بس مفعولك يلا كارول يو كان دو إت يلا سبعة برافو يلا بسرعة ثمانية تسعة تسعة حطيها يلا معك 10 ثواني 10 10 اوكي بدي وحده بس يلا ذاتس ات يلا اوكي رح تبدأ اوكي خليكي محلك كارول بزقفه كثير كبيره العلاقه مفتاح معك طلعي انت وروني الى جانب السياره اما الجوله الثانيه بتكون مع توني وتريزا بهاكو على 12 يلا تريزا تعال عندي يلا توني يلا يلا 12 بنفكس الدايت فيك تعمل يلي عمل 11 اللي بيعمل 11 بيقدر يعمل 12 طبعا سوني راهن عليك يا تريزا تفكس الدايت وتاكل 12 قطعه بقلاوه فيك تعمليها بما انه كارول عملت 11 كثير هينه تعمليها 12 مظبوط اوكي ركزي كثير منيح توني انت ساعدها انا حساعدكم بالوقت يلا اوكي جاهزين؟ جاهزين ان شاء الله يا رب تكون من نصيبكم هال 1000 نقطه 3 2 1 جو يلا اثنين هول اوكي هاي وحده جربت اوكي اثنين بلا ايه ثلاثة ايه ثلاثة جربي اول شيء بلعيهم اكبر عدد جربي بلعيه بسرعة بعدين خلي القسم الثاني لبعدين يلا بعد معك 45 ثانية أربعة صح؟ أربعة ايه أربعة يلا 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 أسرع خمسة هاي يلا بعد بدي منك سبعة ايه بعد بدي منك ستة يلا أنا معك يلا سوري I'm really sorry خمسة بعد بدي منك يلا تريزا حقبلها تعمليها ألف نقطة حلوين يلا بعد في 15 سنة بدي خمسة وحدة إيه يا رب يلا 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 اثنين بعد بدي ثلاثة وحدة بدي اثنين بدي اثنين إيه أوكي ثلاثة أوكي 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 برافو بدها بوسه بوسه وروحوا استلموا المفتاح من كارول واروني مبروك لهلا لكم المفتاح بالاراده بيقدروا اكيد يحصلوا المشاركين على النقاط اما الجوله الثالثه بتكون مع محمد وليال وريهان على 14 قطعه بقلاوه يلا مو يلا يلا ليال يلا يا ما ليالي 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 واو محمد المنافسة اليوم فعلا شرسة، الكل جاي وبده يربح، ليال رهانك على 14 قطعة بقلاوة عم تلعب يعني صوت بلا شو؟ يعني تقدر تعملها؟ أنا إيه ليال محمد بيقدر ياكل ال 14 قطعة بقلاوة، أنت فيكي؟ أكيد يلا إن شاء الله يا رب، جاهزة؟ بتكون تقولوا شي لبعض قبل ولا شو؟ بلش؟ يلا بلش يلا 3 2 1 توب كاونتر جو يلا ليال واحد اثنين ثلاثة اسم الله يلا ثلاثة دغري اوكي بعد ما قطع خمس ثواني برافو اوكي يلا اهم شيء تحطيهم ثلاثة ايه ايه علي صوتك مو لاسمعك محمد ايه اهم شيء تحطيهم حطيهم أربعة اوكي بعد بدنا 10 مش مشكلة بعد معك 45 ثانية اوكي خمسة اوكي ليال جربي هلا ابلعيهم هول الخمسة يلا اسرع وخلي مجال اخر اربعة تبلعيهم بعد دقيقة دونت وري يلا يو كان دو ات ليال لا يال لا يال لا يال يو كان دو ات شو ما ادري بنشفه شو ما مشكل اذا منك قادره وقفي بس جربي وقفي شو وقفي وقفي ما حتقدري قلبه علي شو نو واي خلص اوكي ما بده ما بده تشد اكثر على نفسك خلص اوكي 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 خلص محمد وليال للاسف لكن اجى الرهان تفضلوا اكيد الى اماكنكم اما اصحاب اعلى رهان فهن باتريك وريما و15 قطعه بقلاوه يلا هلا ما بدنا المعنويات تنزل باتريك ها لهلا توني وتريزا مبسوطين بالمفتاح فيكم تقعدوا داخل السياره اذا بدكم انبسطوا فيها تفضلوا المفتاح معكم فيكم تفوتوا تقعدوا جواتها اما باتريك وريما جايين بدهم الألف نقطه شو؟ بدك تعمليها؟ أكيد يا رب يلا إن شاء الله نصيبكم كان بيكون هال 1000 نقطة بتكون من نصيبكم شو بدك تقلها؟ أوبن سيسمي أوبن سيسمي 3 2 1 توب كاونتر جو يلا ريما خذي وقتك إيه في هون معك دقيقة على القليلة أول إيه
صح. سرعة هون صاروا ثلاثة، هاي هيدي الثالثة صح. يلا ريما 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 أربعة ما فيك تضليها. إيه أربعة. جرب من هون، جرب من هون، هوديك أطيب. نفسية 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 فيك تعمليها. عملوا 12 و11. يلا ستة ستة عم ننهزم. أهم شيء الشباب يبلشوا أول شيء 15 16 عشوائي 20. لما ما بتقدر حبيبتي خلص ما تعمليها ما تعمليها، إنه هو كأنه يعني ما أنت اللي حطيتها تحت هالأمر الواقع. اعمليها يلا اعمليها. ساعدة؟ ما بساعد الكل معه. شو؟ ريما صرنا 8 تقريبا. 9 لا خلص ريما وباتريك ما كانوا قادرين هيل للأسف. أول ألف نقطة. تعال 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 كم تو مي يس. أول ألف نقطة من نصيب توني وتريزا. المزيد من الرهانات والألعاب الحماسية بعد الفاصل. تنقولها مبروك.